بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. للدرس يتقصد سلامة الصدر أما لا في يوبدا لا تويني عثمان قبطه نقفك عثمان قبطه فرات يحسن يغلي يوحي لمنا وغرين الله سبحانه وتعالى ديك بسود شيء وحكوس على سنتها تأليف القلوب ذكر المؤمنين تا قلبية ضدين لصدمة ولا ولا ليه بل قد يضع سوح كنت المامان تين عبادة عبادات كوهو وين رب اللي هو دواده إنه كم تاعي عصورة دم بأم واختي دم واحد من دم مسلمين فين كدو كان ويودو كان حقا نزاع يسهيسيقا يدقالك يعداواتك يعلاطة يوحي يضح أنه ندى اللابتة دقوه لأن حاسد نما يغلي يوحي لها المالالي وحان الله هو مجتمع بوكان ندى سكود عنه بربره بلشك استا وقفك بن آدم في سوء شخصية جكي سوء حانو صدو سلم إلى بلشان روح حانو صدا بلشوينك أما هو مدى حانو ناجره هدي كود عام فتر فاتر قليا دبيتنا على هذا يدقى الله كهر يا عالم الإسلام انتي سبلا أما إن بدنا كمنا إلهي سبحانه وتعالى ما كوكو الرمي ومجتمعي مسلمين تهوري حال قلت المامي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه إلهي السفر نبي محمد وحوص وقابينه يكو إلهي بوطي إرقي قال لي محمد رسول الله أما برشد المسلم كامك إلى سفيني وحلو سفيني علاقتها مع الله سبحانه وتعالى هي مع خلقه حريك إلهي للي هي ذكى حريك إلهي ذكى حريك إلهي ورمى عمال غريب قال إسحيان وأنا سرد لجنا إسكدعيا الشداء على الكفار إلهي وقوة أرد أو إسكدعيك يدك مؤمنين تا مؤمنين تنسي فقريني ولا جنبالة المامو رحماء بينهم بإلهي وقويس نحرستا نحرستو حيث ماذا بعد السلامة صد مخي علاد يوحى رد ببابا أمبا دكو صورة قلي تهي ويس نحرستو أما هدي حقد يحاسد نمو يا علاد يشحنا يا بغضاء تالو دين حرسي ما تالو عندما يهو بقول الإمام يا مسلم كي صحابي يا هاي نبي محمد لا نورا أما مسلم كان رب طاهرين ويهي كو قال كان اسكا دعية يا مولاي سنة حريستا حريك رب يقول للي ينو حوبي وحلق سابي الهيري يقول سجودة يو ركوع يو راد عيني إلهي فضل جيسا يرى لها شيء صراد عيني لا فيوبده ووحي إلهي قراك وهم النشيقان أيها صحابة نعمون كوكوة وإلهي إلهي سيئي جيل كيو مدن وخيك بدنا فعل وخيك بدنا نعمون كألا كوكا لذا يستبع رب تلمان ليوب لي واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوان فأحصوا صدام بي إلهي نعمة إلهي نسيئي مركا هيدين فو عرا وإلى هيد قلبيين يسو صوتهمي وقال نقطين نعمة إلهي الدين كالا أولا ربو نقطين بل نبي محمد با إلهي وقوم النشيقان يا ربي وحليه وحاديوك حوليا لوردن هداد بحساب ماد مدين كرتين وحقول يكون بدو بيان وامحي وإلهي الدين تيسي خلمدي سي ربي مركو مدين والذي أيدك بنسره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم
dadka mar baa waxay isleeyihiin waxay sugaan inay isku dayasa ama colaada ama dhibta jirta waa fakri haddaynu waxelno malaa sidan way ka fiicnaan lahayd oo waxaa jirin ilaahay baa wuxuu leeyahay waxaad dunida xunayaalba maa fi lardi jamiican haddaad bixiso iskumaad xidhi kartee baa rabbi ilaahay subxaana wa tacaala ayuha laxiba marka laabto inay caafimaad ah waa manzilada ugu hooseysa ee muslimka laga rabo qofka muslimkii saddex manzilo midun baa la rabaa inuu dego saddex goobood goobta ugu hooseysa waa qancaa waa ka warramaya goob waa meesha ugu sarayso waa manzilatu liithaar waa inaad walaalkaa naftaada walaalkaa inaad horumariso oo naftaada ka horumariso waxaad u baahan tahay inaad isaga ka qadinto wayuthiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa wallahi naftooday ka doorbidayaan xataa hadday iyagu baahan yihiin taasi waa manzila weliba culamadu waxay dhahdeen iithaarka laga warramayo waa lucaacu dunya ama qurubaadku iithaarka waa magalaan bay dhahdaan soomaalidu laakiin way moodaayo safka salaada sheekh adigu soo galbay dhaha war loogama baxo jannada cidinaya kaaga horrayna ee waa adduunka waxaa laha iithaarka laga sameeya ilahay marka wuxuu leeyay wayuthiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa martabada taa ku xigta ee ka hooseysa waxa weeyaan iskama horumarinaysidi waxaad naftaada la jeceshay unbaad walaalkaana la jeceshay an tuxiba liakhika ma tuxibu linafsik wa manzila thaaniya manzilada saddexaad ee aan la ogolayn qofka muslimka inuu hoos maraa waa laabxaadhni ugu yaraan inaad wax cuqdad iyo xaasidnimo iyo xaq diyaarad u haynin waa manziladii ugu hooseysay waxay leenay maanta dacfiga iyo hawaanka ka jira liidashada haysata dunida muslimka ah iyo meel walba dagaalka iyo colaada ka ogaanay waa laabtooda aan caafimaad qabin waxay isu dilayaan dee colaadba dhextaada laabtoodu ma caafimaad qabto waa sababta keentay hadday fardi yihiin iyo hadday jamaaca yihiin iyo hadday duwal yihiin ba xanuunkani ugu dhacay nebi maxamedna wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam laa tabaagadu walaa taxaasadu walaa tadaabaru wakunuu cibaada allahi ikhwaana walaa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fawqa talaathati ayaam haddaba ayuha laxiba inta haddaan muqadamo ku soo dhaafo waxay leedahay qof kasta oo ummadda muslimkii inay midowdo raba waa inuu siibaa colaada dhextaala si ay u midoobi karto waynay laabtoodu bukaanku ka baxaa caafimaada reerka kugu xiga adigoo la colaa deriskiina idinkoo ishaya kuwa shisha iyadoo dagaalida ka dhexeeya ee waxba ma wada yeelan kartaan ama cadow isuma wada dhicin kartaan ama dowlad ma wada noqon kartaan waxaa ka horeeya in laabtiinu isu xaadato kaa cid kasta oo danaynaysa ummad soomaaliyeed midnimadeed ama ummad islaama midnimadeed ama diin koru qaadisteed waa inuu isku dayaa quluubta muslimiinta inuu tijaabiyo inuu isu soo dumi karo wixii kala geynaya inuu ka fogaado qofku markuu isaguu quli caafimaado adoon dadka kaleba u danay marka taada u danay si adigu caafimaadid waxaa soo baxaya inaad qof xasiloon oo degan noqoto maalinta qof istishaan ama colaaday ila dhex martay habeenkii gami maysi habeenka oo dhan warkii dib uu kugu soo noqonaya ayo maxaad yeeshaa ayaa hurdada kaa dhammaynaysa laakiin haddaad qof cafis badan tahay oo laabtaadu aanay xaadhan tahay adoo qariiru nafsiya ayaad seexanaysaa saa daraaddeed waxaa aboon qofka muslimkii qalbigiisa inuu u ilaaliyo sida uu jidhkiisa kale u ilaaliyo maalin kasta waa kuu baryo jidhkan waa ka shaqaysaa nadiifi saliideen feed dadku adoo fool xun yuu ku aray ka waran meesha ilaahay eega iyada seed ka yeeli qoloftan dadka arka ka waxaad si leedahay dadka dhexdiisa dee ha ku fool xumaan mara nadiifa adigoo sukaday oo iska dhalaaliyay oo isqurxiyay dadku haku arko waa ceeb baad leedahay miyaad aqbali lahayd qof intuu iska soo kaco inuu dhex yimaado isagoo xabajadiilo candareerada ku taallo soo cadaya
idan waxaa qofka muslimka ugu haboon waxa weeye waa barya iyo gabalgubaba an yatacaahada calaa qalbihi, qalbigiisa sidaad dharka iyo maryaha iyo wejiga ugu shaqaynayso inaad qalbigaaga ka shaqayso. Qalbiga oo kuu badbaadaana waa waxa aakhira horta lagu badbaado. Nabi Ibraahim wuxuu ku ducaynayay walaa tukhzini yowma yubcauun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbi saliim. Ilaahayow hay roojinin buu leeyay maalinta dadka soo bixiso, maalinta aan xoolo iyo caruuritoona wax tarin. Qof ilaahay ula yimi qalbi caafimaad qaba mooyaane. Waxay culammadu yidhahdaan qalbigu caafimaadkiisu waa laba shay, midi waxa weeyaan shirki iyo wixii la noocay inuu ka caafimaad qabo, gaalnimo iyo dala socdo inuu ka caafimaad qabo, midana waxa weeyaan bini aadamka xidhiirku la leeyahay inuu caafimaad qabo, oo xaasidnimo iyo xaqdi iyo colaad iyo dirir iyo waxaa inuu ka caafimaad qabo. Sidaa awgeed ayaa ilaahay nebi Ibraahim markuu qur-aanka ku ammaanayay waxaa lagu ammaanay qalbi caafimaad qaba inuu sito. Ilaahay wuxuu nebi Ibraahim ku ammaanayay markii laga soo warramay nabiyullaahi nuux baa ilaahay yidhi waina min shiicatihi la ibraahim baa ilaahay kooxda nebi nuux ka tirsan ee la safka ah waxaa ka mida baa layidhi nebi Ibraahim id jaa rabbahu biqalbin saliim baa ilaahay id jaa rabba biqalbin saliim rabbigii markuu la yimi qalbi caafimaad qaba. Ilaahay wuxuu inoo sheegayaa subxaana watacaala haddaad doonayso jawi nicmo leh inaad ku noolaato, nacimka ugu weyn waa xaggee? Waa janno soo maaha. Meesha ugu nimco badani waa jannada. Jannada ilaahay wuxuu tilmaamay xanuunadan cid qabta inaana gelinba. Saa awgeed raaxada iyo isma galaan baa la yidhaahdaa qalbiga buka, laba iskala maaha. Qofkaasi raaxo kuma noola colaada iyo carada iyo xaasidnimada iyo dalib iyo xaqdigu qalbigiisa ku jiraan ma caafimaad qabo. Sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyay meesha lagu caafimaad qabo dadku markay tegayaan wixii waxaasi ku jiraan waa ka maydhaa baa ilaahay leeyay. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين بينهم. ونزعنا ما في صدورهم من غل لبها يا ضب خسارة. إذا إلهي وكلا يوحى نكسبنا وحق البيض وذو كشر غلقة بل الدرجة النظر هذا الوحى نقرف تابما يالي هذا في عمى تطوى الله وهدوء إلى الطيب من القرب إلهي هذا كفي سوفي عم ayaa ilaahay ku hanuuniyay subxaana wa tacaala. Haddaba cidda qabta ahlujannu siday u noolyihiin inuu u noolaado isagoo dunida jooga waa inuu isku daya qalbigiisa inuu caafimaad qabo. Ahlujannu siday u noolyihiin haddaad rabto inaad u noolaato wa anta fi hadihi lxayaa qalbigaagu nadiifa ku ahaado. Ilaahayna subxaana wa tacaala markuu sifaynayay waxaa la sifeeyey kooxdii nebi maxamed la noolayd ee ansaar iyo muhaajiriin ahaa. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان. إلى المهاجرين وحكسي في وحي عمل حياة هي هجرة دودي هي إلهي إن النفي نفي سبوهرين وحكروا للسفي والذين تبوأوا الدار من قبل هي نوحة للمامين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أي على صوت المام صحابة مكة لقوا الرمية ساري المهاجرين wixii saxaabo ka dambeeyey xaalkooda waa maxay markaa kuwa kuwa hiigsanaya waxaynu dhahnaa salafiyiin baynu nayna sheeganaa waxaynu dhahnaa salaf lummabaa lagu dayanaya ummaddii hore saxaabadu siday u nool. Ilaahay wuxuu inoo sheegay kuwa saxaabada jidkooda haya kuwa yihin waladiina jaauu min bacdihim yaquluuna rabbana gfir lana walikhwaani ladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina ghilla liladiina aamanuu rabbana innaka rauuf raxiim. Iyaga gadaashood kuwa yimi baa ilaahay yidhi waa kuwa leh ilaahay oo annaga iyo mu'miniintii diinta nooga horreeyay ba u naxariiso.
إله وقلب جاية هوية لوح غلية غلا. صحيح هذا العلماء يقصون ونكرة على السياق في سياق النفي بينها تعم النكرة في سياق النفي تعم بين هذا هذا نكرة السياق نفي قصار وارتوى عموم بشكة إله وغلية مدية هي مد وين مد خفية هي مد جلية مد نبا إله قلب جاية هوية لوية أنت مؤمنين ما أنت ضد الدنيا كنا ولا قد عكر إلا أي هاي مسلمين تهري وحكى شيء قول كوا عائشة وحكى شيء هي كوا عمر يا أبي بكر يا دقي إلى هاي دورتي وحكى شيء هي حتى واحد شيء ردد تبادا وانت وضر وخقل من طيب مسلمين تهي علماء دون وحكى شيء هي سلامنا انت مسلم كار وحكى شيء هي إلهي وحلي يهداد ربطه مهاجرين ينسر تكو ذينا القادة والذين جاءوا من بعدهم سفادة هداد يا رطو وسفادة قلب فيوغاد إيوه إلى دد عيسو كو يعني يكاه الرئي هذا بقى أيها الأحبة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي وحى لويدي أي الناس أفضل ضدك يوفض لفضل فكسو النبي وحب كل مخموم القلب صدوق اللسان من كستا ومخموم القلب صدوق اللسان وحيد أن الإله رسول في سيو قرن صدوق اللسان عربي سو رنية رنت السيدة لبوا الدين تأسل كيدا يلا والذي جاء بالست وصدق به صديق بابا الوتل ما منازيشا بيدا منازيشا كو حتى دفك كانا وما الصديقون إذا صدقوا مرافق لماذا نوار بان هي خلف الوعد هي ربان كلا وبان ربنا قال لما إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بان قال يا منافق بس كلا مسلم كنا صدق قالوا يا قادة سادة لا يدفن ولدتك وحر فضل بدن كمخموم القلب يا صدوق اللسان عرف بسنا الرشاو واحد هذا عرف الرشاو بسكرمه إيوام حي مخموم القلب ومعنيه وحنا نقول هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غيلة ولا حسد نبي وحي عليه الصلاة والسلام والتقي النقي وهو لك عفصدة وصافية نقي من الذنوب لا إثم فيه ذنب عن قصه ولا بغي ظلم عن صمين ولا غيلة ولا حسد ما نقوله وقف لا تسعى فيما قبطه أي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قتل مامي أيها الأحبة نرشى أن نكون والله وحيد هذا هو منافسة جيب جيبا والله الله نرشى لكن لو لن كان أنت الله ينهو يتحامي بوحى اللي نلي يهدنا قلبي بما عفقه تقول الله ميا مجالات الحياة تجار تالو الله ميسا سياسي تالو الله ميا سبب التعليم يقول كتير الله ميا حتى أبناء مجالات الحياة كلها وتشالنج والله لكن وحضر الله كاسي مرنا بينا نكين قلبي قاقين حاسين ما يغلي وقال أنا قيل ما لها شفتان على هذا هو بضن إن التجارة دي وحانا بطا ما دار التجارة كوش خيسا وقال كنت كافر أفساد ضاد عيني قادة ويسا مش أنا كافر وقالوا إيه كمارك تسماني منك بشوكتين لما تخرج سكح لهم من الدق وكيوب وما استمنا إلا قريبا سكح حري فيها صدح ما قاحي له مقالب كي يرى من الله فرسا والله ما نقص فرسا أسر ذا إله بقيبيا واحد هاي سر الله ما يدين الدق ويبين يوم معها أسر ذا لهم قيبيا إذا أسر كله ويا ولا تعين الأمر جيسو قول يسوع إلى الله تعالى سنين النجار أنت يا الله قو قريب دكان عربيس ترى الله الله وهنا لك مو قرينا يكون صار بعلم يسوع ما دك إيري أما هلاني سهل بس ولذلك حلا ينفرية نرشوا لولا لكن لولا بقع في ما قرا أو نغلا نرش والله وحلينا فرعي عين إنه الله قد قال له لكن أنا عثمان قبنا وحكستوا عمله إنه قبنا
loolanka noloshu waa lucaacu dunya, wax qiimo weyn lemaha. Meesha dhabta ee rabbina yidhi loolan dhaba ka gal oo nin aha aqbal inuu kaa horeeyo waa jannada dhankeeda. Wafii dalika falyatanaafas lmutanaafisuun baa ilaahay yidhi. Wafii dalik, inta janno laga soo waramayo waxa nimco taalla ayaa ilaahay yidhi, war ninkii loolamu hayow taa ku loolama baa ilaahay yidhi, kuwa loolamayow tan ku baratama. أيها الأحبة، لاتو إني فيوباتو ووح لغو أقبل محي أما شئنا أما سكال هذا نرد عنا ووح الدب يجينا لغو نافي نبو عليه الصلاة والسلام وفت المامية ما لنت قيامة ما لنت سنين تانو جيدا هي تلاددة أيا لفرا البابدة جنرها ما أبواب السماء لفرا البابدة عكا لفرا dabeetana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, tuftax abwaabu ljanna yowma alithniini wa yowma alkhamiis fayukfaru likuli cabdin laa yushriku billahi shay-a. Qofka ugu shirik yeelin dembigiisaa la dhaafaa. Laakiin laba qof baa ilaahay yidhaahdaa kuwa iyaga arrinkooda dib iga dhiga. Laba muslim oo isa sudhnaay oo ishaystay oo shaxnaa iyo qili uu dhexdooda yaalay iyaga xataa dembi dhaafka waa la dhigaa. anzuru hadayni xataa yastalixa baa ilaahay yidhaahda. Labada arrinkooda dublo intay ka heshiinayaan baa ilaahay yidhaahda subxaana watacaala. Idan masaladu masale fudud maaha. Haddii dembi dhaafkaaga ilaahay aqbali waaye inta walaalkaa dembigiisa dhaafilaaday ama isa sudhantii ee kala laalaadaan ama colaadu idin dhex taallo waa adagtay markaa akhira inaad baraado. Ayuha alaxiba, imisu khayr dayac maya laabta fayoobay jannada dadka u hore lama taqaanin. Calaamaadkooda waxaa ka mid a laafayow. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi zumrada ama kooxda koowaad ee jannada gashaa waxay galaan buu nabigu yidhi kaleyla kalqamari leylati lbadri iyaba dayaxa maalin afar iyo tobnaad habeen afar iyo tobnaad siduu yahay oo kale iyagoaway janno galaan. Suma aladiina yanuunahum kuwa iyaga ku xigaa galaa. Kuwa iyaga ku xigaa waa ka kawkabin duriyin baa layidhi xidiga ugu iftiin badan sidii iyagoo ah ee cirka ka ifaya. Maxaa waa calaamada? Nebigu wuxuu ihi quluubuhum calaa qalbi rajulin waaxidin la ikhtilaafa baynahum walaa tabaarud. Qalbiyadoodu waa qalbi nin oo kale oo wax khilaafa iyo wax cari kuma jiraan. Yacni waa dad qalbi fayow. Haddaad rabto jannada kuwa sida xidigaha u muuqda inaad ka mid noqoto la tadhafiyaa laabtoo fayoobata waa cibaado weyn oo rabbi loogu dhawaado. Waxaad ka garan kartaa xadiidkii imaamu axmed uu warinayay culamo badan inay saxiixiso shekhal albaanina taraajucaadkiisa ka mid ah xadiista uu marna daciif ku tilmaamay marna saxiix ku tilmaamay marida mudaciifiye. Xadiidkaasi wuxuu sheegayaa in masaajidka ama goob iyadoo la fadhiyo uu nin soo galay uu nebigu ku yidhi waxay idiin soo galaya nin ahlu jannaa ka mid ah. Saaba xadiiska warinaya wuxuu yidhi waxaa noo soo galay nin biyihii weysadu ka daayaano kabihiisana gacanta bidix ku sita. Maalin dambuu haddana nebigu yidhi nin ahlu jannaa ka mid a idiin soo galaya. Xadiiskaasi sheegi dabeetana islaam ninkii unbaa soo galay. Maalin saddexaad buu nebigu wuxuu yidhi waxay idiin soo galaya nin ahlu jannaa ka mid ah isla ninkii unbaa soo galay buu nebigu leeyahy ayuu saxaabigu tilmaamaya ale ninkii unbaa mar saddexaad nebiga usoo galay calayhi salaatu wasalaam. Kadib ayaa axadu saxaaba wuxuu tijaabiyey warbal ninkan camalkan uu jannadu ku galayo raaceen. Ninkii marmarsiiyo uu sheegtay ninkiina ihoy buu yidhi ugu hooy saddex habeen oo dayaafa ah inuu gurigiisa la seexdo. saxaabiga kana cabdillahi bnu camar ibnu caas ma seexda wuxuu ilaalinaya malinkani habeenkii uu qabto. Wuxuu yidhi ninkan wixii alla u qoray buu tukadaa
dabeetana uu iska seexdaa. Markii uu baraarugan surogayana waa wardiyaa ilaahay buu xusaa. Ee xadiidkuna waa kii sheegaya qofka isagoo isa qabo seexda, ee markuu baraarugo ilaahay xusa inuu ilaahay dambigiisa dhaafo. Markuu isrogayana ilaahay buu dambi dhaaf weeye, yacnii dambi dhaaf weydiisa ilaahay xusaa. Saddexdii habeen markay dhammaadeen baa cabdillaahi bin camar wuxuu yidhi, niyow bilo ma jirin, waxaan kuugu imin nebiga warkaa noo sheegay, waxaana rabay waxaad samaysay inaan ogaado. Wax weyne ima muuqdaano wixii muslimka kale samaynaya ka gedisan. Waxa gaaro adiga lagu yidhaahdo waa ahlu janna ma arki waay, ee dalliya wii warraba maxaad qabataa, waxba ma qabto buu dhi, intaa alaabkiisu ma sameeya. Dabeetana wuu qariibsaday, isagoo yaraysanaya wuu iska tegay cabdillaahi. Markuu dhaqaad ayuu yeedhay wuxuu yidhi, kaala haddii laga tegi waayo ma seexda buu yidhi, iyadoo qof muslima laabteeda waxaan ugu haya. Habeenkii waxaan seexdaa un anugu, anigu aan muslimiinta cidnaba colaad iyo xaqdi iyo xaasidnimo iyo waxba toona u haynin oo laabteedu nadiif tahay ayaan seexdaa. Markaasuu wuxuu yidhi cabdillaahi ibnu camar ibnu caas, hadihi alatii balagat bik, warwaatanta meeshaa ku gaarsiisay, wahiya alatii laa nutiq, tan waa awood weyni ee adnaan meeshaa la gaadhay inuu nebi maxamed ilaan inaanu jannaa ka mid ah soo galayo soo galayo aad ugu soo gasho waa taa. Haddaba ayuha alaxiba, miyaydan rabin sida ahlu janna inay u noolaataan. Wanazacnaa maa fii suduurihim min ghillin tajri min taxtihim alanhaar fii suurati alacraaf iyo fii suurati alxijr. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يين القرآن كإلهي سبحانه وتعالى إن بلقوا أماري إذا قف مركو يا حي أعماشي سنياه وحقوا أقبلا وحن قضا كان بولاية أفضل الناس سينو يا حي كارا بكت المام يزمرة الله الرئيسة زمرة كحكتة جنة قال سينو كمل يا حي wuxuu noqonayaa kaa dembigiisa la dhaafo isniin iyo khamiis kastaba. Miyaydan rabin goobtaa marka lasoo dhaafay inuu goob labaad nimaado, umamka iyo hogaamintooda iyo bulshada iyo wada noolaashiyada markay nimaado, sociology dadka iyo siday wada nool yihiin iyana asal masalada bawa. Walidaalik baa qaadada ilaahay qur-aanka kaga waramayo waxay ku sifoobaan sifadatan. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ما أنت آذنه الدنيا ما أنت جوغا وحيسكر رع سيدين ويحي أكبر قائد دنيا الصومرة رسالة عين قفو حقامية وتاريخ بن آدم كصومرة نكيو هو إنين ويحي بربرة المامية بل United Nations كورج كورد الوطة وبرق يانا دي تلياني وكويا لا خبير كتشوغا بوكا وقرا وكقور رمي قيادة نبي محمد وقرا عليه الصلاة والسلام يبقى من تيسا وحرقت الماما بغرق قفة الدنيا وقو انفلونسا وقو ثانين تبضنا نمبر ون نبي محمد بقوت الماما لأن الناس يقيس يهودي هاي مرايك أنا محاك يا صلي أنس بن مالك وكذا حديث البخاري ورنه من تقم لنفسه أبدا ولي نبي محمد ما أركدا هذه وحلقية حديث عمك أن أخذ وح فضوض الكلية ولي ما أركدا أبا وحلو يا بنات أنا ولي عنده وحمية لكن شيء شيء يا هذا واحد من الناس بضحي يا وحوي يا ريب ولي يا كل جاوي نتفرد يعني يا ابنك كرسي بعيدا صاحبه تقول له يا ابا يا ابا بس صوب حضي واسكت لو سيبني وهذا يا ابا هذا لما انت وحسكو قواتين الى واحد في السلطان لكن نبي محمد ما كان صوره ما يا نبي محمد عليه الصلاه والسلام وحي كذب بن ادم وسومري عائشه ما له حي تري الى الرسول في سمانتي وحد مالك عقد بالظهر من قبل انت وحد وابانتي صحابه dabeetana kofiyadii madaxa ku sirtay ay dhashay, ilkahana ilka hoose laga jabiyey, godka uu ku dhacay, salaadii uu fadhiga ku yar ugu koobi karo, xad uu qaarlalay toddobaatan waxa laga jaray uu nebi maxamed adeerkii ka mid yahay. Waxaasoo mushkiladii dhacday ay caaisha waxay leeday.
maantaa maanta nuxu dirqu ku badbaaday todoba saxaabi oo ansaara ayuu leeyay wariyaa inaga dhiciya waa janno wuu bushaareeya todobadiiba hortiisaa lagu dilay waa tii yeedhay waa la dilayba nebi maxamed daalada ay rumaysatay inay nebi maxamed dileenba wadciga caynkaasay caaisha waxay tidhi oo maalin kaaga dhib badan maalintii uxud ilaahay rasuulkiisiiyo miyay ku soo martay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay waxaan tolkaa kala kulmay caaisha cidna kalama kulmin wuxuu yidhi ka warramay nebigu maantii marka intuu ka baxay waxba cidi ka dhegaysan weyday uu daa'if tegay ee daa'ifna nimankii degana ibnu cabdiyaleyl ibnu kulaal nin la yidhaahdo iyo qoladaasoo duqaydi magaalada buu u bandhigay inuu la dogo kuwii way soo eriyeen bala dumarkii carruurtiiyo wax intaa lagu diraa dhagaxaaga soo saaray isagoo dhiigudda ayuu dib u soo noqday isagoo aan garanaynba meel uu socdo wuxuu leeyay falama fiq nebi maxamed baale calayhi salaatu wasalaam maan miiraabin ilaa iyo anigoo maraya qar musacaalib mooyaane meesha qar musacaalib la ydhahay markaa marayay ayuu maa iskartay buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalam yacnii hamigii iyo warwarkii haya uu socday isagoo aan garanaynin meeluu marayaba meeshaa markaan marayo unbaan miiraabay buu nebigu yidhi gaalo iyadoo sidaa u gashay ayaa ilaahay malag soo diray cirka ka yimi jibriil baa wuxuu yidhi markaa waa malagii buuraho ilaahay kuu soo diray nebi maxamedo maantana waxaa loo soo diray amarkaaga inuu qaato haddaad reer makaleeday buuraha labada buurada hareeraa ka xiga qaado dusha ka saar waa laga saaraya hadduu nebi maxamed qof colaad qabo oo qalbigiisu colaad ka buuxa yahay muxuu yeeli lahaa adiga haddii xagga laga adiyo xagga laga adiyo meel aad u daqaaqdalaad gala weydo ilaahay ku yidhahdo dhulkaba la gooya maxaad oran lahay todobadaba la gooyso maa tiraahdee ilaahay nebi maxamed wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam labadaa buuro dushaha laga saaro dabeetana nebigu wuxuu yidhi bal arju an yukhrija allahu min asalaabi man yacbudu allaha waxda walaa yushriku bihi shay-a maya waxaan weliba rajo qabaa iyadeeda iyo dhabarkooda inaa laka soo saaro kuwa ilaahay caabudaan cidda uu shirik yeelay ficlana aakhirkii ilaahay waa uga soo saaro maalintii uxud markay dhiigga sidaa uga daadinayeen ayuu yidhi maxay yeeli doonaan dad nebigoodii sida tan u galay dabeetana waxaa soo dega qur-aankii la lahaa laysa laka min alamri shay allahuma afir liqawmi fainahu laa yaclamuun buu nebigu yidhi ilaahay u tolkay nebigooda dhaaf waxba maya waxaan uga dan leeyahay cid ciil qabtaa dad hadday hogaamiso way lumayaan soomaalina reer waliba maantuu gacan sarreeya wuxuu isyidhahdaa maanta gacan sarreysaana eer gudo u soo maa markii madax noqdaaba maantay gacantaada soo gashee reer hebel aakhira udir qof ciil qabaa ama qalbigiisu wax ku xambaarsanyay ma noqdo ummadda cid hogaamisa walidaalik qaadada masmiga ah waxaa lagu yaqaana suu dadka isugu wadi karo waa inuu noqdaa qof qalbigiisu nadiifi iyadoo ilaahay nebi maxamed leeyay waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayru lmaakiriin ilaahay wuxuu sheegay maka intay u heshiiyeen inay ka tashanayeen miyaynu xidhaa mise waa dillaa mise waa saaraa dabeetana go-aan waxay ku gaadheen inay dilaan waa kuwii tobanka nin ama kuwabii tobanka nin u saaray si loo dilo ee ilaahay ka badbaadiyey isagoo sideed kun oo ciidana haysto nimankii qabsada markaasuu yidhi maxaa filaysaa waxay idhahdeen akhu kariim ibnu akhu kariim wuxuu yidhi laa tatriiba calaykum alyowm iska kale canaan meel qabaa cidiidan canaanan mayse orda buu ku yidhi hadduu ciil qabo muxuu yeeli lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay idinkaga filan suurad dhan oo qisadaa un ka warramaysaa suuratu yuusuf ilaahay muxuu kaga warramaya nebi yuusuf iyo dhowsanaantiisi cifatu lfarj wa cifatu lisaan wa cifatu lqalb waxaa nebi farjigiisu dhowrsoon yahay oo carabkiisu dhowrsoon yahay oo qalbigiisu dhowrsoon yahay reer dan oo baaba-ay isaga godbaa mahide kii yaraaye walaalahay waa kii markii nadow makiidada uu sameeyey uu qabtay reerka ninkii ugu weynay waa kii yidhi falan abraxa alarda waa kii isna iska tegee lumay aabahood waa kii dhabeelay kuwii kale waa kuwii lahaa aabahoodoo dhala iyagoo la jooga ka suuli maysid inaad yuusuf xasuusatid xataa
aad ka halaagsanto. Laakiin dhammaaya baaba ayuus wuxuu ku kulmiyey aargoosilaa ilaa xad iyagoo hortaagan markay baryayeen ee walaalkii uu intuu koobka u qariyay uu ka soo saaray ay waxay yidhaahdeen kan yari tuugmahay iyo siriq bay dhahay hadduu kale waxaday faqad saraqa aku lahu min qabl walaal ka horreeyoy walaalhayno tuugaaba jirta way sii hortaageen kuma odhanin walidka tuugiyo beel ahaayo dood nagu riday ilaahay wuxuu leeyahy hoostuunbuu naftiisu wax ka tiray laakiin afka ma u kala qaaday aakhirkiina laa tadriba calaykum alyowm buu yidhi yakfiru llahu lakum alla dembigiina ha dhaafo bale markuu ilaahay maryayey ee uu ka warramayey riyadiisii waa kii u tilmaamay ilaahay anigana iga soo saaray xabsiga idinkana baadiyaha idinka keena waxay dhaahdaan waxaanu rabin walaaladii qalbigooda inuu in yarna xagto saa daraan nebigu hadalka qurxiyey baa la yidhahdaa oo markuu sheeganayay dhibtii gaadhay waxay ahayd inuu yidhahda ilaahay godka iga soo saaray godka igu riday laakiin godkii walaaladii ku rideen muu sheegin ee jeelkii daalada ku xun buu sheegay jeel iyo godka iyama markaa xun jeelka dad baa jooga iyaga markuu ka warramay muu odhanayaahay idinkana gaajada iyo idinka keenay meeshii darayde ilawantii abaartu ku dhacday wuxuu yidhi baadiyaha idinka keenay baadiyaha marar badan baa lagu barwaaqaysay yacni wuxuu diidanaa carabkiisa xataa inuu ku xagto ayuhal axiba wixii ay ku sameeyeen oo dhanna wuxuu ka dhigay shaydaan unuu waday min bacdi an nazaqa shaydaanu bayni wa bayna ikhwatii buu leeyay qiso ka cajab badan baa idin sheegaya qur-aanka qisa ku qoran fii suurati yaasiin magaalo ama tuulo saddex rasuuloo diro saddexdii rasuul ma geenisay dabeetana ilaahi wuxuu ka warramayaa nimaan isagu saddexda rasuul midna ahayn oo isxilqaamay oo sina ilaahay diintiisa raba inuu hiiliyo ilaahay wuxuu leeyay wajaa'a min aqsa almadiinati rajulu yascaa qaala yaa qawmi itabicu lmursaliin itabicuu man laa yasalukum ajra wahum muhtaduun magaalada dacalkeeda shishe ninkani intuu juhdi bixiyaa laynoo sheegaya magaalada koolaheeda shishe waxaa ka yimid nin ordaya baa ilaahay yimi siduu u rabay akhirka in wax ka qabto nin ordayaa ka yimid tolkii intuu yimi muxuu ku yimi wartalow war rususha raac dad aan waxbana idinka doonaynin hanuunsan oo diin ilaahay idin sheegaya raac dabeetana wuxuu hortooda ka qaray inuu isaguna muwaxid iyo rususha la diin yahay kadib bay dileen intaasoo dhan kama warramayo markuu dhintay ayaa ilaahay wuxuu inooga warramayaa aakhiro siduku wuxuu ka warwarayay markuu aakhiro joogay waa nin diin u hiiliyey oo diin lagu dilay adiga hadday dad ku dilaan diinta diidani ood aakhiro qabato lagu yidhahdo kuwii maxaa laga yeelaa maxaa lala lahay ilagu nimanka dhulka la goosa baa tiraada ilabadii ku dileen oo adiin baa u sheegayso warba adda maqaadahay wani diideen ilaahay wuxuu inoogu warramaya ninkaasi markuu dhintay warwarkiisu wuxuu ahaa yaa layta qawmii qiila dkhul aljanna qaala yaa layta qawmii yaclamuuna bima gafara lii rabbii wajacalanii min almukramiin war jannada gal baa la yidhi dabeetana wuxuu yidhi yaa layt alla jeclaan lahaayeen buu leeyahy in tolkay og yahay waxaa nimco ku jiro sida rabbi igu dambi dhaafay iyo sida rabbi iyagiibu weli u warwaraya wanaagga inay helaan waxay culimmaduna waxay tilmaamaysaa qofkana intuu laabfayooba diin buu dabka u sheegayay qayr buu la rabay inay halaagsamaan ma jeclay ee wuxuu jeclaa inay diinta raacaan oo badbaadaan badbaadadoodu ka jecliya maxay halaagooda saa daraaddeed buu isagoo dhintay ayaa warwarkiisu wuxuu yahay jeclaan lahaaye meesha waxaan u haya inay ogaadaan sina iyana u islaamaan oo waddadaasi u maraan ayuha alaxiba qisatu lifk iyo abubakar waxay la yidhi soo dudu bulsho waxay bulsho noqotaa oo caafimaad qabtaa markay qalbigooda fayowi sidaa ogeed baa ilaahay subxaana watacaala qur-aan badan masalada inagu tilmaamaya nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam kuma lmuminiina fii tawaadihim wataraaxumihim wataaqufi kafa jasad lwaxid idastaka minhu cudwu tadaaca lahu jasad
بالسهر والحمى. أنا ولا يقدر مريض في سالم مرض يستعين كل يسيسون حريص ريا يسبون المرض وسيدي تشكره تشكره حلايق هذا ملك الصدق كم هذا ودعوا عكاد قالوا ده نيرف سيستم كويس كبري وكاري أفكار عديدة حرمونا يسامة وكار وقبطه وحبوظة يعديد ملك حبا ضربان يعني تشيكي كوانو حرمونا يا أساو بوبادا وقفوا إبا هلك حرمونا سوى سيادة هل كان أبا وكار برور ويدرين كتشيب كويس كسيبو كتبيا ميلا ده غلوا وضنا هل كان نوا عديدة وحوين ما هي آية الحرم كيرا شاك ميلا وحيك المامي سنبقى مؤمنين تيسي سوال بفايد إنا قفلنا وجعلنا قفلك عليك لما يزود القرآن لدين تلمامي وتلمامي سلامة الصدر وقيمها إلى ذي برشد مسلكة إلهي حلي إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هدي ولاد آهشان ويكحرمانا ينبى إلهي هدي إلي ينكر دعضنا ويكفر حيا وآي وقال يا منافقين بأي لهي استفادوا هذا الشيء قال يا منافق استفاد يسوح ويا مؤمن كهدو خير هلنا ويكحرمانا يا هدي مؤمن كبلايا كلها مسكنة وكفر حيا ينبى إلهي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شاء الله بما يعمل مؤمنين تبع إلهي مكا وكوري هدا إلهي نكا عبصدان صبرتان وحي نقر السمين ينو لموحيد إيه المايا محانا آيات دو سوق عدنية إنا دكا مؤمكا ونكي سلقا محوان حميه سنان وغفر محوان وصفاقا قارك يا منافقة أدوها دو ما قارك يا منافقة بعض غير هم هدا دي شباك هدا فرح دو هدا يقول استانا كان حضو ولكن هدول عك هلا كان حضور هدول سفقنا كخصا على كل فرح حضور فتذكرها ولا بعد ما انت سوق واحد بكرة أو بحالة بحال بكرة أو بكرة يقول ده منافق يقال وهي مسلم جبك كفرحة نين مسلمين مسلم جبك كم فرحة نين مسلمين مسلم ونبي كمان محرم هذا نبى إله بين الله صفات حيالا لنا وصفات منافقة إذا كان هذا مسلمين تحيالا لنا بلا نطل ما بيا وها مسلم كمان تجوعا إذا على كسر هذا إذا كسر هذا ولد دبي معناه هو يوم مسلمين استلي سبب كسر قال دون كفاية استلي إله إنه بلا يعطي الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم ورا لي رسول أكبر وإنه يسوع حمان الله استيتشي دنينا ومرك أستي وتعريف السان يدور النمدي لي يحرق لنا واتعي انت سوى دوضو بحان منزلة إنه كدور من السلامة الصدر هي قفك مسلم كاي هذا واحد سويدين تلو حوية ما هي أسبابها سلامة نوع عافي مدنين بسويدين سوما وروح عقار الجنوب وسيد حاجة من هاي سيدابا وحكر الله بحي كرا سيدابا إلهي عمل كأنه وقبال كرا دمي كأنه وقبال كرا سيدابا أهل جنة هو بير كرا سيدابا إنه نقاكر ما قرشه ولا جرتا حلينا أسبابا جرتا حتى ينصم إنه إنه قولي سنين ما شكروا لي وقت قد كل دارانا واني سوكوا بي وحلينا كل وحوّر ما يربنا إنك روف رحيم إله قلبيين يحوّين قمتي هدا كد عيسى تأثر في الوالا كسا إله وتعالى وطريه وفي كد عيسى من علاماتي وحكمني إن قلبي يسعدنا وقتضو هيني لبا نبي محمد بإله قلبي يسير وزكيها أولي إله الطهر يعني قلب إليه إله ونظيفي بل ست رسولي وأسألك قلبا سليما حديث كان صحيح هذا بيانا
إله هو حكوي دي سريع قلبي عافي مرة بلد علي نبي محمد وحكم إله وهدي قلبي وصلوا سخيمة قلبي سخيمة صدري إله قلبي لي يغنوني إله إغسي بولي حقدك الله عبدت لا أبطينا حقدك إله كسي بولي وأمرك كوان إلى الله إلهي بريضه إلهي قلبك على عاصمة ديارة هذا كنت عائشة ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ركض وركض الله كلما يقلب عاصمة روح وينا المؤمن كلوب عائشة ولقى قف هذا استبطان عن ظهر القيد ودعي لا تضوي عاصمة بس سوى الهواء طلع وفرمك استبطان محال يا شاه من آدم بطوه قاع على السنة واستبطان هكذا ذكر تقول قاعد يتبتوه إلا هو تم بجسيه قاعد يبقى نافني هذا ضد عيسى قد قاعد ما تليه سوف يبقى إلهي نبي محمد وحفاره فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين توحيد سبا ليه إلهي نجم من داك ويدي سوى مؤمنين كما ظهرنا إلهي وكسف إليه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وكنتم كدعين فأكرامة صدى استغفار علماء وحي لهذا صابون تقلب بيلا هو استغفار مرانا أسكب كمير وكل بيو ويوم حلو وصوله ومعيو قلب لمركة التهم ويدو استغفار تلو وضيع وصابون تقلب جميع علماء ورد شيء وحكا الله يسكب دليدا إن الوراء كانت جعلاته وحد أدو جعش وحد جعش إن تقول ليسته وحد جعش إن أدمر عيارته وحد جعش إن أدحوالا هشو وحد جعش إن أدعيم براطة وحد جعش إن الوراء كانت جعلاته نعمة دوليسه ولا الله دانا إلهي إليك درقيه إلهي خزائن تساديه وحلا نسي أدوه وحلا نوميسه أحمد نوميسه إلهي إيانا نكافبه ووحد فلا سيتا قلو ونبوحني والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسي الله نفتي يدع عزيزة كنت أقول أعطي بكين إيمان في سمنة ما يستغمن إلا يولاك إلا تشعراده ونفتي سلجعلي إنت ما كان صور عفو وسوكم كوبية وأيوه وسطك حاضرة أيام هالمحاضرة سيكون لديك كل نظر أصوش إسلامي وامحل أصوش إسلامي ووراك أين ذو عذر ذاتي وكاقل ضمع لعل إنه سيد مهد أيام عيد بيان وشهد عذر ذاتي لدو رادسي إقالة العثرات قف في سينة قط الله يصنع إقالة ذلك أن حمد بشيء كيرين قط الله يدو أفعربي إقالة العثرات إن هذا وراءه كفى الله يسوع كفك في كيسة التغاضي عن الزلات بينها طفك النعنع عيسينا سيديا قفى أن المغلب ما يسكبفتي كان باقي يمين على الواحين ما رهينا دوناك سيد ولها وراءك قوي له معنى يان بذن بيحميله يعني هكا وفي عن أنك حباتي إنه محين أخو حبار ما أنت بضا هكا أقول لي ذاته هذا سوف يقول لي موتي ونصد ماشي أقر له عن جينيس وأنا لي يمين أنا أقوى شيء إن هذا ملح من ضدك كاملين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يتبه ملح أنت سبدك وايو أي كم من ضرب ملح البطل أنت كم من ضرب أي الغنية سبب سيا وحنو ملايني يا وعينك وحنو ملايني يا ساتر نبغى نوكيه ورنك يا ملا لديك لديك فإن الظن أكذب الحديث من الوحي دام بوا مرق وحنو مرقين يا داري بوا هم كسبوا نبغة المرمية أنا صور كوبا هم ملاحظ في عن درس عملي عن الشيء بينا نبي محمد بوا حويمة عليه الصلاة والسلام نن هبر بزارة وعرفت سلانتي سوى عطاء سونا وعن عرب سلانتي حاس في سيبا وحي والمشي إلما مدو يمثل إنه مقوي مرح ليلة رسول في سيبا حاس فيه إلما مدو بيلاش إلما مدو بيلاش مكاوا
maalmuhu xumaynaya dasacay kama adigu inta adiga salaanta adiba iyagoo badbadoo hadday salaanta uu wiilca dhashay waxaa loo lahay waa nin cadow salaantiisi wiil ma loo dhashay dabeetle nabigu yimo wuxuu ilaahay rasuulku siiyo haaskii waxay u muushay wiil badow bay dhashay nabigu wuu fahmay ninkan warkiisii wuxuu ku yidhi war geel ma leeda wuxuu yidhi haa geelaga midabkiisu waa noocee buu yidhi wuxuu yidhi geelaga midabkiisu waa casa carabku geel casaas bay jeclay war geel cas buu yidhi wuxuu yidhi wax awraq ah awraq waa ramaadi waa madow kay soomaali tidhaha hal madowi neef madowi geelaga wuu ku jiraa rasuul yidhi haa baalmo madowba ku jira neefafta madow ayaa ku jira rasuul yidhi minayna laka haada gelaagu casaan buu ahaaye kuwan madmadoobay xagay ka yimaadeen nin geela sida loo dhaqan yaqaan bu ahay wuxuu yihi lacalahu nazacahu ciq waxaa laga yaabaa inuu cirqi jiitay ciq hore yacni hiddo hore aw madooba hore iyo wuxun baa laga yaabaa geela mar inuu soo maro hiddo hore jiitay dabarteena nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam فلعل ابنك هذا نزعه عرقه هذا هو الكاد انه حل غيابه هتمر يمشي في النبي يعني محاك وقت يا ربي يلا نهر من الاسلام عربي الطبيعي بس لا تبقى قوي ابا يا شو بدك ترينا مين يا يوي بترينا يا يوي هيدا لسه بحق يوم يصير عندنا الله يعني واسمنا قال الاسلام عربي هذا muslimiin jiro sidii jiray oo soo walaalnay idan nabigu wuxuu tilmaamayaa maraha wanaagsanna guriga marayso xataa iyadoo laga yaabo fii nadarak inuu baciid yahay inaad aragtay salaantii iyo ilmacaad haysataa lacalahu nazacahu cirqun buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam maxaa looga dalayay laabfayoobi baa laga qaadaya laabfayoobi kalimaadka inaad meesha u fiican iyanaad tusaalaysi nin gaaleen baa muslimiinta dagaal iyadoo ugu jiro xoogu laayay dabeetana laba saxaabi ayaa yidhi warrinkaas inaga dhameeya ninka aan maanta ka khaarijin saxaabi ansaariya iyo usaamata bnu zayd ayaa ninkii weerar ku qaaday dabeetana seeftay korka kala koreen markay ninkii qabteenna seeftu duur hadhanayso ayuu yidhi laa ilaaha ila allah ansaarigii markuu laa ilaaha ila allah maqlay seefti uu ka daayay usaama si kama joojina uu ku kala guriyo markaasaa qisadii nabiga loo sheegay waxaa la yidhi nin baa intuu raggii kow ka dhigay ayaa labadaa nin seefta markay la dul mareen ayuu laa ilaaha ila allah yidhi ninkii ansaariga ahaa uu iska sii daayay laakiin usaama kama daynin seefta ku dhufto usaama nabigu u yeedhay aqatartahu bacda qaala laa ilaaha ila allah buu nabigu war ma waxaa dishay nin laa ilaaha ila allah leh markaasuu yidhi yaa rasuul allahi kaana mutacawida horeba uma shahaadan inuu ku gabanayay buu yihi markuu arkay inaanu qabanay baqaha ka yarsiiyey buu leeyahay hore umuu lahay nabigu uu ku celiyey aqatartahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah war ma marku laa ilaaha ila allah yidhi baa dishay markaasuu isna ku celiyey ilaahay rasuulkiisi iyo wuxuu ahaa nin mutacawida waa ku gabanayay cayga buu waa ku baxsanay nabigu kama aqbalay aqatartahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah buu ku celiyay riwaayadka qaarkood waxay tilmaamaya wuxuu ku yidhi ashaqaqta sadra maadaa laabtiisa dilaaciyo aaday wuxuu uga jeeday inay laa ilaaha ila allahu sax ka ahayn iyo inaanay ku baxsi ka ahayn maadaa soo aaday weeyaan dabeetana usaama wuxuu yidhi markaasa waxaan tamaniyay maanta ka horowba inaanan islaamin dhiig muslim inaan lay qabsaninta salaamnimadoodu inay maanta bilaabato ayaan tamaniyay buu leeyay waxaan wadan leeyahay hadalku waa margiyo oo dhankii loo qaada marka weliga hadalka halka fiican ku xambaan weliga male wanaagsan male imaamu shaafici ardadiisii nin ka mida weliba ragii ugu dhowaa rabiic ibnu sulaymaan ayaa u soo galay baa la yidhi isagoo xanuunsanaya markaasuu yidhi yaa imaam qawa allahu dacfaka yaa imaam buu yidhi ilaahay dacfigaaga ha xoojiyo imaamu shaafici ahlu lugu ahaa raggii lugada laga soo gaadhay dabeetana wuxuu ku yidhi law qawa allahu dacfii laqatalani sulaymaano haddii dacfigayga la xoojiyo dee waa ilaahay way dilayaa markaa
wallaahi inaanan u jeedin buu leeyahy imaamka uusa si kalaan uga jeeda. Wuxuu ku yidhi imaamu shaafici, marka waan ogahay wallaahi haddaad icayda inaad wanaag u jeeday inaanad u dan lahayn, yani waa eray laba macno xamili kara, awallahu dacfa, qof buka haddaad u tibaato o tidhaahdo liidashadaada allaha xoojiyo, allaha ku sii liidiyana way noqon kartaa, allaha kaa kiciyo deha xooga kuugu bedelana waa noqon kartaa, labada macnaba waa xamili kartaa. Marka waxa fiican inaad adugu ku xambaarto maxay ka wanaagsan inaad tidhahdo qofkani wuxuu u jeeda ilaahay xanuunkaa kaa kiciyo ee ku dhibo buu u jeeday inaad ku fasirto, waa laga kulaya. waxaan kusoo koobaya ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya walaa tastawi alxasanatu wala sayia idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatu kaanahu waliyun xamiid. waxaa ka mida waxyaaba qalbiga wanaajiya sadaqaadka inaad badsataa, xataa zakada ilaahay wuxuu ku tilmaamay qul min amwaalihim sadaqata tutahiruhum watuzakihim watazkiya hiya atathir wanamaa, labada macnoba way xamishaa. nebigu wuxuu yihi hadiyadaha isa siiya tahaadu taxaabu qofadu maanta wax kuu dhiibaa isu yara caraysanayde oo kaa tago gorina hadiyad kale ku siiyo, maan saddexaad hadoo hadiyad ku siiya dee dhabkiisa dib lagaaga mari maayo soomaa nuntaa waa fiican buu noqonaya. waxa isa siiya buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam soomkaa ka mida waxyaabaa laabta nadiifiya haddaad badsato. nebigu wuxuu yihi bisha ramadaanoo la soomo iyo saddex maalmoodoo bil kasta laga soomaa yudhibna waxara sadr, waxay tagsiisaa laabta rishkeeda iyo xaqdigeeda iyo huritaankeeda ayay tagsiisaa buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mida waxaa laabta nadiifiya, waan idintu tilmaamaya une adigoo ka taga xanta iyo namiiminimada diradiraalinimada kafta ka tirada badan. soomaalidu waxay dhahdaa waa isjareexayna, haddaad jareexaysay maxaad ka tagtay, jaraxa wuu dhaawacay weeya wa kalmada carabiya waa isa dhaawacnay buu ku leeyay waa hadal xamdaruufale waa ku yihi. waxaa ka fiican inaad muslimka caynkaa ku odhani inaad namiimiye noqoni. soomaalidu war bay soo qaadaa intay kakaro u keento ay dhaha run baa sheegaya runta bad baa jana naarta lagu galaa. haddii labada nin oo ninkalo ninkan xamaarayaan maqlay oo inaa warkii soo qaadaa dhahda mutay wuxuu lahaa dee kii walbaa soo marayo saya saasu lahaa waa runtay laakiin runtaa naarta lagu galaa waayo waa namiiminimo waa isku dirayay unta maana kale samaynaysa ma jirto ee waa ninka iska soo dhicibo. waxay ahayd haddaan nasiixa ahay nasiix haddaan u ahay waxay ninkan marku xanta wadanaynaa waa naga jooji qofka muslimkaalaba xantee laakiin intaan kanu tagaynaa waru sheegaa saxmaa kan xanta daldalaya haddaan ka jooji karaya inay dhaado waan adigu jooji bay ahayd. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay baa idiin sheega wax haddaad samaysaan jeclaanaysaa salaanta badan soo aad u dheer wax badan baana soo gelay laakiin waxaan kusoo muslimiintu maanta waxa ay ugu jilicsan yihiina wada raadcinaya waa midnimo walaalnimo oo in dib loo midoo qof kasta oo soomaaliyawadankii siyaasiyiinta waxmaysay war siyaasiyiinta ma inagaisu kataakilayo keena ugu taqisan haddaynu madaxweyne ka dhigno inuuma taakilayo waayo inagaa baladu ina jiiftaa gruub yaroo meel kasta dunida ka degana soomaaliya way isa suray daa kuwii wadanka joogay idan ayu fanxiba haddaad jeceshahay muslimiinu guulaysto hadaainaad u guulaysatalaabada taasa waxay sababaysaa inaad dadka kale muslimiintaana walaalla noqoto inaanan cidna xaasidin ama xaqdinin inaan ghilli laabtaada aanu gelin inaad colaad qaadin cidna colaad u qaadin. asbaabaha aynu sheegnay haddaad samaysana allah waa inaad ku guulaysanayso si fudud gaadhayso. wasala allahuma calaa muxamadin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbil caalamiin. ilaahay subxaanah watacaala waxaan mahadsanaynaa biasmaai lxusnaa wa sifaatihi lcula kelimada qiimaha badan
الشيخ ناصر الجيلي إن ميزان حسنات الأسارة إلى سبحانه وتعالى قربنا وكذب فيضه ما رنه الباحي بنايا إن رب سبحانه وتعالى قول ساقبا ويدي سننا رب سبحانه وتعالى أحب ويدي سننا الله سبحانه وتعالى إن كنا نغي له الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن إن فرقيني يا حضورك إن إليس يا قيمها بظنة واتكم أحسن جزاكم الله خيرا وحن دريمها يا شيخ تعايد فرب بنا اللوقب هذا سبيع قدن بي ويدين تيسو قول ده هانا المسك تي أبع وقبان لي إلا مصطفى قول ما يمعنا يا وش مصطفى قول ما يمعنا يا مرحبا حال رجين يا عاوش ومحضرين تاني كده يا راد يا محضرين تاني كده يا راد الرجين يا شو شيخ وحان مشي إن أنا تعالنا هاي بالله تعالنا هاي وحانا إلهي سبحانه وتعالى ويدي سننا أمر الله الشيخ المنصر اليوم شيخ كل يواجه وغبريها وحردين إن شاء الله مولا عمالين تنبي نوصل لابطور حاضرانا هنا شاكا وشاكيس أخبرتوا شاكيسته ذاكم الله خير أنت أسان إن شاء الله من الحاضرين أي عاونوا وقوقوا رساء شاكوا ويدي سنة المدعوة إن شاء الله أفترض بهدول دورادو دين هورا أنت تنبي مصحبا أروا هي بيش يضاق ونضاع ما كفي عنا أروا أنت مدكو أخيو دبتنا وحوي قلتك ويدا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى الله ويدي سنة سبحانه وتعالى يمكن بيجينا نعرف دربي والد قال نعرف إلى هي الحق إن التصوير غلبة الشرق إلى هي إن التصوير غفوية إلى هي الله ويدي سنة أتي دين تفهم يسامع علينا نغير كو قلب وضع إلى هي وعاوة طاهرية علينا نغير إلهي وحن كبرينا سبحانه وتعالى أعماشي نصوبنا ونقى أكبر أعماشي نحن إلهي نغلاف إن ربي نوقبك نحن عمل سيئة سبيننا إنت يرى أين سبيننا إلهي نقى أكبر ونقى إلهي وحن كبرينا ومدي الصومالية القرحة لبها استينا هي جبتك بعض أبار إيه الدولة حمق إيه قاتش إيه وحبا يسقوط السبيع ورات إلهي سبحانه وتعالى يكفيه إلهي رباه تبرع له وبدله بقاه إنه نبضه وبدله دولة حمادة بتاعتين له وبدله بحي خير وكرين على السيء عموما مسلم كبير وكبير 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 إلهي سبحانه وتعالى إنه نبتكر كرر قاده إلهي إن دين تولى وفاكيه أدي دين تولى قبصده إلهي وبرع قاده إنه قرقارين وربكوه أنه يكوي دين تولى قبصده إنه لكيه انتي نهلك جوكتا ايه انتا مسلمين اللي خبر الدولة الهي نقال ضي لك الصحيح انتا قال وحيانا الهي نكو بير هنقولين انو ميال درم اللي خبره سوالا دو ماما هاي دو حكم الى هنقولوات ما اركان انا هنقولو ميال هالي سيد الكريم وحاي ستانا الله دي بركي وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.